اهلا اهلا، احنا اليوم ضيوف في مطعم ديانا الشهير، حيث كانت تزوره الأميرة ديانا بشكل مستمر. المطعم مقابل كنزنغتون جاردن، ويقدم الأكلات العراقية وكذلك الكباب العراقي والسيباس وأيضا الفطور العربي والإنجليش بريكفاست. هلا بيكم في ديانا. لاقيتها وقمر عرب وجنتها، وبخدودها مثل التمر شامتها، محتارة كانت تاكل بشبتها، وعيون تاكل بيها صارت صلفة. إلى والبياض البيها حيل حنين، حتى الشرايين البديهة تبين، ملمسها مثل الماي كلش لين، مرات أحسها دموع قد ما ترفع. لقيتها وبيا مرعاها هلا هلا هلا، ومخدودها مثل التمر شامل، سويني طالب بالقسم ساعتها، خالقها كانها تقول مصنع شكليت من السماء وحلق ومتارس خدها. لما نتغزل بيها من حقها تفس، صوت الخشن يم الترافة ينشس، مثل المراهق هيج ظليت اغمس وتحارشت بخدودها بلا عرفة. لقيتها